ويبقوا بيحاولوا يعتادوا عليها بالشكل ده. لكن الهاشتاج بيقول لكل بنت ارصدي اول محاوله تحرش كان عندك كام سنه. الهاشتاج ده كان مرعب لانه اللي هنقراه جواه حاجات صعبه جدا. هنقرا قصص، احنا بنشجع بس ان كل الرجاله اللي فيك يا مصر يقروا الرجاله، لكن اشباه الرجاله لا مش عايزينهم يقروا. لا انت عارفه كمان انا لفت نظري حاجه، الناس من اللي كاتبين حاجات تقهر بقى ايه؟ واحده بتقول لك اول تحرش بيها كان عندها 4 سنين وطفل حاول يبوسها، يعني تحرش يعني من زمان. امها قالت لها ايه لما رجعت؟ ايه بقى؟ حد شافك من الجيران؟ برضه هي نفس العقليه. يعني ده في بنات مغتصبه واهاليهم بيقول لك لا يا عم مش عايزين فضايح، وكان المتحرش بيها دي هي المجرمه، هي اللي عملت العمله. لا، وفي حالات تحرش متوقعه بالنسبه لنا لكن قد تبدو صادمه بالنسبه لحضراتكم. احنا بنشجع الناس تقرا ده مش عشان تتخض، لكن عشان نعرف معاناه البنت المصريه. في حد جميل كان بيقول كده، انا لو طول ان انا كل بنت ماشيه في الشارع او ابوس ايديها واقول لها احنا اسفين. طيب احنا عارفين اللي بيحصل للبنت، احنا المعاناه اللي بتعدي بيها البنت، وخصوصا بقى مش المرفهين اللي فينا راكبين عربيات، لان اللي راكبه عربيه برضو مش بتتعرض ل 99%. لا 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 يسلم. بصي مفيش واحده في مصر ما تعكستش. طبعا منقبه راكبه عربيه راكبه طياره في الجو بتتعكس طبعا. ناخد طيب رباب معانا من احد المشاركين في الهاشتاج. رباب مساء الخير.